أقوى حكم الشرعي لتفسير الأحلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الحقيقة مسألة تفسير الأحلام هي مسألة تحتاج إلى تفصيل يعني كثير جدا وكبير، وليست مسألة حكم يجوز أو لا يجوز أو مسألة من هذا القبيل لسببين. السبب الأولاني لأن الحلم قد يكون حلم وقد يكون رؤية، دي أول حاجة. السبب الثاني أني قد يكون صحيح، يعني يصح الحلم او ما يصحش، تصح الرؤية او لا تصح، يعني ان صحت، لان قد يكون هذا من خلال العقل الباطن او من خلال تفكير داخل الانسان او كذا، فدي امور كلها بتحتاج الى تفصيل وتوضيح. ممكن احنا على مدار الحلقات واحنا بنتكلم في سورة سيدنا يوسف نجيب قد ايه مسألة الرؤية هي معبرة ولا مش معبرة. مين اللي عبرها؟ زي ما حضرتك تفضلتي ان ده كان نبي من الانبياء وهو عبر الرؤية. بعدين الناس بعد كده بتستنير ببعض آيات القرآن، اللي هم ابن سيرين وغيره استناروا ببعض آيات القرآن في المعنى. ولكن هل هذا التفسير ملزم؟ لا، ليس بملزم. هل هذا التفسير حقيقي؟ لا، ليس حقيقي. يعني لما يجي حد مثلا يقول لي أنا شفت في رؤية 1 2 3، فأنا بقول له قد يكون هذه الرؤية تؤدي إلى كذا. إذا كانت هذه الرؤية من الرؤى التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أو فسرها يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام، أي من الأنبياء فسرها وذكرتها الكتب، يبقى خلاص ده موضوع واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي كان ايه فضلت الشيخ، لأنه الشخص برضو يعني الظروف متغيرة، فهل تفسير الرؤية لشخص زي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جاله 2 حلم ونفس الحلم؟ لا، وده فسر له حاجة وده فسر له حاجة تانية. لا، احنا بنستنير بس من الموقف، يعني اقدر استنير منه. يعني مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجي يقول هل رأى منكم من احد الرؤية، في حد منكم شاف رؤية او في حاجة، فيقولوها للنبي عليه الصلاة والسلام ويقصونها عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفسرها لهم. سيدنا عبد الله بن عمر، في مثال بسيط، سيدنا عبد الله بن عمر كان بينام في الجامع، فمرة شاف رؤية كده ان القيامة قامت وان جهنم اتنصبت وان ملايكة عمالين يشدوه ويحدفوه في النار. فراح قال لأخته حفصة بنت عمر وقال لها ان الموقف كذا كذا، ما تروحي تقولي للنبي اسأليه السؤال ده، انا ايه الموضوع ده، انا خايف من ساعتها ومرعوب، انا هاخدش جهنم في الاخر وكذا. فلما سألته السؤال النبي عليه الصلاة والسلام اجاب بإجابة ليست هي تأويل الحلم ولا تفسيره، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، يعني بدل ما بينام. يعني معنى كلام النبي إن عايز يقول إن هو كان الحلم اللي بيشوفه ده كان عبارة عن كابوس، واحد شايف كابوس بس قدامه، مش رؤية ولا حلم ولا كذا، فالنبي مش هيقول له بقى ده كان كابوس وما صح والكلام ده. فقال له يرحم الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، بدل ما يقعد ينام نوم طويل ويجيب له كوابيس ويجيب له كذا، بس لكن لم يكن هذا تفسيرا للرؤية. يعني ما فسرلوش الرؤية وقال له ده، وهي خاصة بموقف بموقفه هو فقط وحكى له على موقفه هو ورد عليه بالرد ده. فعشان كده احنا ما بنفتحش في باب تفسير الرؤى، وان كان ده ايوه علم طبعا موجود وكل حاجه، لكننا نستنير منه، يعني بنستنبط منه بعض الاحكام وبعض الحاجات اللي احنا نقدر خلينا